أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء في 50 كتابا، وكالعادة لا ننسى الورقة والقلم. اليوم إن شاء الله الكتاب اللي حنتكلم عنه هو كتاب الأطفال من الجنة لجون غراي. خلونا نبدأ كالعادة في النقاط حقتنا. بالنسبة نبذة عن المؤلف، احنا تكلمنا وترجمنا عن المؤلف قبل ذلك. مجال الكتاب هو التربية. هذا الكتاب باختصار يتكلم عن فكرة انه كيف نربي ابنائنا بطريقة تجعلهم ينمون بشكل طبيعي من الناحية العاطفية والنفسية والاجتماعية، ويعبرون عن انفسهم بشكل صحي، ويتفاعلون مع الاخرين والحياة بشكل جيد. ليش اقرأ او ما هي نقاط التميز فيه؟ فيه افكار واضحة وايضا نقاط عملية. ماذا سيقدم لي هذا الكتاب؟ سيقدم لك معلومات تهدف إلى تغيير الأفكار والقناعات التي بداخلك، ثم يحاول أن يكسبك بعض المهارات والسلوك. إن كان سيقدم لي مهارات، فما هي هذه المهارات؟ مهارات والدية عديدة، مثل مهارة التعامل مع مقاومة الطفل لنا، مهارة التواصل، مهارة التحفيز، مهارة ضبط النفس، وغير ذلك من المهارات. قراءة سريعة في هذا الكتاب، أو عرض سريع في هذا الكتاب. طبعا إحنا يعني الكتاب ممكن نستفيد من هذه المادة عن طريق حاجتين: عن طريق قراءة هذا الكتاب، وعن طريق المحاضرات التي قام فيها جون غراي بشرح هذا الكتاب، وهي 4 محاضرات فيديو كما نشاهد. جون غراي قام بنشر هذه المحاضرات في حساباته الشخصية الرسمية مؤخرا على الانترنت، وإن كان يعني ممكن البعض يعني إذا حاب يشتريها على شكل فيديو يلاقيها على الانترنت على موقع إي باي وغيره. يمكن تلخيص هذا الكتاب في 3 أقسام. القسم الأول هو في طرح مهارات وأساليب جديدة لخلق التعاون مع أطفالنا، للحد من مقاومتهم لنا ورفض كلامنا، لتحسين التواصل بيننا وبينهم، لزيادة تحفيزهم، لتأكيد قيادتنا نحن الآباء عليهم، للحفاظ على هدوء الأعصاب، وغير ذلك من المهارات والأساليب الجديدة. في القسم الثاني يستلهم جون غراي من كتاب ما تشعر به يمكنك علاجه، وتتذكروا معانا الرسائل 5 اللي احنا تكلمنا عليها. يستلهم جون غراي هذه الرسائل 5 لتربية الأبناء بطريقة آمنة نفسيا. وهذه الرسائل 5 هي: لا بأس أن تكون مختلفا، لا بأس في ارتكاب الخطأ، لا بأس في التعبير عن المشاعر السلبية، لا بأس في أن ترغب بالمزيد، لا بأس في أن تقول لا، ولكن الأب والأم هما القائدان. وفي القسم الثالث في هذا الكتاب يطرح جون غراي تطبيق الرسائل 5. زي ما احنا قلنا، شرح جون غراي الأفكار في هذا الكتاب وشرحها في هذه المحاضرات. من الجميل يعني إذا صارت لك فرصة أنك أنت تشوف المحاضرات، لكن مشاهدة المحاضرات لا تغنيك عن قراءة الكتاب. إذا ناسبك هذا الكتاب وكان من الحاجات اللي ضمن اهتماماتك، سجله عندك في النوتة عشان تشتري وتبدأ في قراءته، وتابعنا في الحلقات الجاية عشان كتاب آخر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.